موسم تخليل الزيتون، حبيت اخلل الزيتون معاكم واقول لكم على التكات الجديدة. بس قبل ما نشوف الطريقة اعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير. تعالوا معايا نشوف الطريقة. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنخلل الزيتون. كل سنة وانتم طيبين. معانا زيتون، انا ما بعملش كتير، بعمل كيلو واحد لان انا بس اللي باكله، وفلفل حار وليمون، نص ليمون على كيلو الزيتون، وجزر وكرفس، حزمة كرفس وملح وخل. تمام، هنروح نعصر الليمون ونبشر الجزر، وهندق الزيتون. انا بدقه مش بشقه بالسكينة، هوريكم بقى ازاي. وده كله هيتغسل وارجع لكم بقى نخل. كده جهزنا كل حاجة علشان نخلل. ده الفلفل قطعته كده. تمام، ادي الزيتون دقته بالهون بس، والجزر بشرته، كرفس، ودوت عصير الليمون. ما عنديش عصارة فعملته في بتاعة البرتقال، سهلة برضه. ودي مية وملح، وهنحتاج زيت والخل، وده برطمان ده هنحط فيه. كده جبنا طبق بلاستيك كبير، نحط الزيتون، الجزر، كرفس، والفلفل، هنقلب بقى المكونات دي على بعض. الكرفس بيدي طعم حلو قوي للمخللات، للزيتون والخيار. الخيار لما يتخلل بالكرفس والثوم بيبقى طعمه حلو جدا. كده نبتدي بقى نعبي في البرطمان. نعبي في البرطمان تمام، هحطه كله وارجع لكم. كده حطيت كل الزيتون في البرطمان. نسيت اقول لكم ان ده زيتون تفاحي اللي هو بيستوي بسرعة. هنحط الليمون على المية والملح وشوية خل. ننزله بقى كده في البرطمان. هتبقى ناقصها شوية مية وملح عشان لو احتاجتين. هنا بقى ايه كده، خلاص المية غطت، المية غطت الزيتون. قشر الليمون اللي عصرناه نحطه كده على الوش. الطريقة دي بيستوي بسرعة. كمان لما عملنا الزيتونة فتحناها هتسرع سوي.
كفاية كفاية ده. بس في الاخر بقى نحط شوية زيت عشان ما يعملش العفونة اللي هو الابيض ده، العفونة البيضة دي. بس هنقفل عليه وأوريهولكوا بقى إن شاء الله ما يستوي.